سرا سرا whatever will be will be the future's not ours to see كسرا سرا what will be ماما كمالي كان في واحد بيسأل عليكي بره بيقول ان هو عايز يزورك هاني هاني ولا كريم ما قاليش انا مراد يا ابا كمالي معلش معلش انا اسف اني اتأخرت عليكي أصلي فضلت نايم يومين وأول ما صحيت وعرفت إنك هنا جيت على طول معلش يا حبيبي كتر خيرك إنك بتسأل عليا إذا كان ولادي اللي ضيعت عمري عليهم ما بيعملوهاش معلش معلش بس أنت بتعملي إيه هنا؟ تعالي عيشي معايا أنا هشيلك جوه عينيا هخدمك وانفذ لك كل طلباتك وانا خلاص مش هسافر تاني هفضل في مصر حبيبي انا مش عايزه بعيب عليك ولا على اي حد انا هنا مرتاحه هنا هلاقي اللي يخدمني وياخد باله من علاجي واكلي وشربي ان شاء الله ان شاء الله هتعود على المكان هنا والاقي الصحبه اللي تونسني في اخر ايامي ان شاء الله هسيبك دلوقتي هرجع لك تاني بس ان شاء الله هتمشي من هنا ان شاء الله انا ان شاء الله مش هخليك تحتاج حاجه خالص ان شاء الله تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو